أمسية مثيرة في تشامبيونز ليج حضرها عشاق الساحرة المستديرة، أشعلت نتائجها مواقع التواصل. هناك من سخر من النتائج، فرغم قلب تشيلسي الطاولة على رأس أياكس، يظهر هذا المنشور فراغ المرمى في آخر ثواني المباراة، الأمر الذي كان سيغير المعادلة. بعض المنشورات اختارت أن تظهر أهمية مباراة تشيلسي وأياكس بشكل مرح، فمن تابع المباراة دهش بالنتيجة ولم يكن بإمكانه إبعاد نظره عنها. مباراة بروسيا دورتموند وإنتر ميلانو بدورها لاقت تعليقات طريفة، منها ما أظهر تفوق دورتموند بعد الشوط الأول والريمونتادا، ومنشورات أخرى أثنت على أداء اللاعب المغربي أشرف حكيمي وإحرازه أهدافاً أكثر من فريقه السابق ريال مدريد في الشامبيونز ليج. منشورات أخرى أظهرت المباراة وكأنها بغاية السهولة بالنسبة لدورتموند. البعض وصف أداء دورتموند بالتاريخي بالإثناء تحديداً على حكيمي، وتحدثت تغريدات أخرى عن جمال كرة القدم وكيف تخطف مواجهات دوري الأبطال الأنفاس. فمباراة تشيلسي وأياكس تضمنت حالتي طرد وأهدافاً بالجملة، منها ركلتا جزاء وهدفان عكسيان. المباراة نفسها شهدت تأخراً بثلاثة أهداف إلى تعادل مثير. غير أن كثيرين أثاروا موضوع تفوق تشيلسي على 9 لاعبين فقط في صفوف أياكس.